أحمد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. أبنى نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث تسود أجواء غير مستقرة ماطرة ورعدية مع 12 درجة مئوية فقط خلال فترة الإفطار الملموسة، 10 درجات نسبة الرطوبة عالية 88%، أما الرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار اليوم في باقي مناطق المملكة، حيث تتأثر المملكة تدريجيا خلال ساعات ما بعد الظهيرة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة، يترافق أيضا بجبهة هوائية باردة، وبالتالي الأجواء تكون رعدية وماطرة في عموم المنطقة الشمالية. إربد 24 إلى 12، المفرق 25 إلى 11، جرش 24 إلى 11، معجلون 22 إلى 9. المنطقة الوسطى أيضا أجواء غير مستقرة بسبب هذا المنخفض الجوي الذي تم تصنيفه من الدرجة الثالثة كما ذكرنا، وبالتالي الأجواء تكون ماطرة ورعدية مع ساعات المساء. الزرقاء 25 إلى 13، الباقة 25 إلى 11، عمان 22 إلى 9، مأدبة 25 إلى 9، البحر الميت 30 إلى 17. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بهذا المنخفض الجوي، أجواء ماطرة ورعدية مع ساعات ما بعد الظهيرة والمساء. الكرك 22 إلى 8، الطفيلة 23 إلى 9، الشوبك 22 إلى 8، معان 25 إلى 10، أما العقبة 32 إلى 16. المنطقة الشرقية أيضا زخات رعدية من الأمطار متوقعة خلال ساعات المساء، أرويشة 30 إلى 11، الصفاوي 29 إلى 11، أما الأزرق 30 إلى 13. إلى اللقاء.